بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتكلم عن نجم كبير، نجم عظيم، تاريخ كبير. هتكلم على الكابتن حسن علي، حارس مرمى نادي الترسانة التاريخي وحارس مرمى منتخب مصر في السبعينات. وكابتن حسن علي لقب بعدة ألقاب في أيام عمره اللي لعبها في نادي الترسانة ومنتخب مصر بحسن يوجا وحسن التلفزيون، لشدة حرصه على القيام بحركات استعراضية أكروباتية لما كانت الكورة بتوصل له أو بتتصوب عليه من أي مكان في الملعب. الحاجات الاستعراضية اللي بيعملها كانت حاجات جميلة بتعجب الشعب المصري والشباب المصري. كان بتشاط عليه الكورة سواء طالعة بره أو في ثلاث خشبات أو في بين القائمين والعارضة، كان يقعد يمسك الكورة ويتشقلب بيها، أو إذا طلع بره كان يتشقلب في الجو. فكان بيعمل شيء من الدعابة وشيء من الحاجات اللي بتعجب الجماهير، وهو حارس كبير وعظيم. وكابتن حسن علي لعب سنين طويلة لنادي الترسانة ومنتخب مصر، وبعد ما بطل كورة اشتغل في التدريب، اشتغل لنادي الترسانة واشتغل لمنتخب مصر واشتغل في الإمارات واشتغل سنين طويلة قوي. وأنا عن نفسي أنا كنت بستمتع بيه وأنا طالع في نادي الزمالك في داره، لأن هو كنا بنتعلم منه حاجات كتير قوي. كابتن حسن زي ما كان لعيب كبير فهو مدرب كبير وعظيم، وزي ما قلت إن هو اشتغل في منتخب مصر ونادي الترسانة. أنا من الناس اللي وهو يعلم ذلك اللي بحبه جدا وبعتز بيه جدا، وكنت دايما بلجأ له في حاجات كتير قوي وأرجع أسأله فيها، فكان بيفيدني كتير قوي. يا كابتن حسن ربنا يديك الصحة والعافية يا رب، ونشوفك دايما كده بصحة وعافية وبخير. هتقول ايه للعمدة؟